كثيراً من المساجين الذين لم تنتهي مدة عقوباتهم يلجؤون إلى إجراءات الإفراج المشروط، إذ تقابل بالرفض متجاهلين الشروط الحقيقية التي وضعتها وزارة العدل للاستفادة من هذا الإجراء الذي يمكنهم من الإفراج. إفراج المشروط ما هو؟ هو عبارة عن طالب يقدم إلى السيد قاضي تطبيق العقوبة، وهذا الطالب يكون مسحوب بالشروط التالية. من بين هذه الشروط لابد أن يكون هناك حكم نهائي، هذا المحكوم عليه يكون قضى نصف المدة المحكوم عليه بها. ثالثا يكون سدد الغرامة المالية اللي المحكوم بها عليه، شهادة حسن السيرة والسلوك. على المحكوم عليه أن يسدد للضحية المبالغ اللي حكموا له بها. السيدة خديجة تروي لنا قصة ابنها المتواجد بالمؤسسة العقابية الحراش المتابع بجنحة السرقة، وبعد أن أودع ابنها ملف كامل لقاضي تطبيق العقوبات على مستوى المؤسسة العقابية من أجل تحصله على الإفراج المشروط، غير أنه قوبل بالرفض. والسبب؟ وليدي دخل الحبس بالسرقة، سرق موطو الضحية، وقلنا له الضحية نعوضوا لك وما حبش. وانا وليدي اول خطا يدخل الحبس، وحبينا نديروا له حكموا له عام، حبينا نديروا يشاطل المشروع باش يخرج، حبينا نخلصوا الضحية، طمينا شوية دراهم، طمونا المؤمنين باش نخلص لوليدي يخرج، ما حبش الضحية، دار فيه سكارة باش وليدي يقعد في الحبس. بالنسبة للحالة هذه وين الضحية؟ ما حبش يدي التعويض نتاعو، هنايا المحكوم عليه يروح يبعث له اعذار عن طريق المحضر القضائي، ويعطي له مده 8 أيام مثلا، ويقول له باش يجي ياخذ الاموال نتاعو. الى هنايا امتنع، هنا المحضر القضائي يروح يدير له محضر الامتناع، ويحط هذا محضر الامتناع من بين الوثائق في ملف الموضوع، ويقبلوا له الطالب بدون اشكال. الإفراج المشروط إجراء بات يطالب به العديد من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من أجل إطلاق سراحهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية واندماجهم في المجتمع، طلبات تقابل بالرفض في العديد من الحالات لعدم استيفائها للشروط.